إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فإن الله جل وعلا خلق الخلق بحكمته، ويسر لكل مخلوق سبيل العيش في الدنيا، فالخلق طبقات مختلفة وصفات متفاوتة. الإنسان مكنه الله من العيش في هذه الأرض لإحيائها والتعايش فيها، وجعل له سلاحا يحميه من الأعداء، يستنصر به عند اللأواء، وهذا السلاح لا يغلب أبدا، هو من أعظم منن الله جل وعلا على الخلق. هذا السلاح، عباد الله، يحمي به الإنسان نفسه من شرور الخلق جميعا، وممن ظلمه وأساء إليه، إنه الدعاء، نعم، دعاء الله والاستنصار به. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، بل أمر بدعائه، وغضب على من لم يدعه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بل جعل للداعي لغيره مثل دعائه له. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. عباد الله، نحن نعيش في هذه الأيام في فتنة وبلاء في العالم الإسلامي، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، حفظ الله بلادنا وأمدها بالأمن والأمان. والعجيب، عباد الله، أننا نجد الغفلة من المسلمين في نصرة أنفسهم وإخوانهم بالدعاء، بل هم مشتغلون بما لا ينفعهم ولا يدفع عنهم، بل الآخر، بل يوجد من يهزأ بالدعاء، والعياذ بالله، يوجد من يهزأ بالدعاء ويقول: لم نجد له فائدة. من قال ذلك فقد خرج عن ربقة الإسلام وهو لا يشعر. إن الناظر، عباد الله، في سنن الله في خلقه جل وعلا بنصر المظلوم والمكروب والمضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. والناظر في القرآن يرى ذلك واضحا، كيف نصر الله أنبياءه ورسله، بل كيف كانوا يستنصرون بالله في كل شؤون الحياة، وهذا من كمال التوكل على الله. فانظر إلى نوح لما دعا ربه في سورة القمر، فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. انتقم الله له وأجاب دعوته، فأغرق من في الأرض كلهم جميعا إلا من آمن، وما آمن معه إلا قليل. ونبينا صلى الله عليه وسلم استنصر ربه يوم بدر، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، وهم ألف رجل من بخيلهم وخيلائهم، وأصحابه صلى الله عليه وسلم
319 رجلا. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه من على منكبه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. ودعا صلى الله عليه وسلم على الكفار يوم الأحزاب. ففي الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي المسند عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: نعم نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال: فضرب الله على وجوه أعدائنا بالريح فهزمهم الله عز وجل بالريح وغيرها كثير. كان الدعاء مفزع الأنبياء والصالحين في الشدة والرخاء، وهذا واضح في كتاب الله تعالى: اللهم استجب دعاءنا، اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وتقبل منا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فقد سمعنا في الدعاء في الخطبة الأولى كيف كان الدعاء مفزع الأنبياء في الشدة والرقاء. ولقد سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على نهج نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. عباد الله، للدعاء وقت، وللدعاء أوقات، وللدعاء أوقات يفزع فيها العبد إلى ربه جل وعلا. وقت الأزمات للدعاء وقت الأزمات فرجا سريعا، هو توحيد لله عز وجل، هو توكل على الله، هو عبادة وطاعة وفرج وتنفيس، سواء كان الأمر يعنيك يا عبد الله شخصيا أو يعني الأمة، فأنت واحد من هذه الأمة. أولئك تعلقوا بالله وعلموا أن النصر لا يكون إلا من الله، فلزموا بابه سبحانه. وفي هذه الأيام إخواننا في فلسطين اشتد بهم الكرب، وحاصرهم العدو الصهيوني ومن معه، قطعوا عنهم الماء والكهرباء، ومنعوا المساعدات والإغاثة، ولا ناصر لهم إلا الله، وكفى به ناصرًا ومعينًا. ألا فليحذر المسلم من خذلان إخوانه بأي نوع من أنواع الخذلان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. واعلموا أن عباد الله أن أهل الإسلام إخوة في مشارق الأرض ومغاربها، إخوة في الله جل وعلا، والله هو الذي ربط بينهم برباط الأخوة،
فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال جل وعلا: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. بل قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالهجوا بالدعاء عباد الله، الهجوا في الدعاء في أوقات الإجابة، واستنصروا لهم، فهذا أعظم مدد تمدونهم به. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان اغتصبت أرضهم وانتهكت حرماتهم، فنسأل الله أن يعيد المسجد الأقصى عاجلا غير آجل. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، وحفاة فاحملهم وعورات فاكسهم، وجياع فأطعمهم. اللهم انصرهم على الصهاينة الغاصبين، مكن لهم في بلادهم. اللهم إنا نسألك تحرير المسجد الأقصى من براثن اليهود. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم احفظ على هذه البلاد معقل الإسلام أمنها واستقرارها. اللهم احفظ على بلادنا أمنها واستقرارها وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، انصر به دينك وأعلي به كلمتك، واجعلنا وإياه هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، تول أمرنا وأصلح شأننا واغفر ذنبنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وأصلح أحوالنا، وأقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وكل جنودنا المرابطين على حدود بلادنا يا سميع الدعاء. ربنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا لهم من البارين، واجعلهم عنا راضين، واجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم من كان منهم على قيد الحياة فمتعه بسمعه وبصره، وأحسن خاتمته يا سميع الدعاء. ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره ونور له فيه، واجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، سحا نافعا غير ضار، تسقي به البلاد وتجعله اللهم بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغثنا، اللهم أغث القلوب بطاعتك، وأغث البلاد بفضلك. أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض، واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابليها وأتمها علينا يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.